والله جيتك وفي قلبي بيت المتنبي على قلق كأن الريح تحتي تسيرني يمينا أو شمالا. أنا معني بمخاطبة الجمهور. أولا من شكل وجداني هو الهوية الأردنية. الفيصلي هوية، وأنا حينما أتحدث عن الهوية الأردنية هي هوية ثابتة وشرسة ومقاتلة وموجودة ولا تقبل الشك ولا تقبل التمييع ولا تقبل التذويب. الهوية تصنع وطن، أما الأوطان فلا تصنع هوية. وأنا من طفولتي متعلق بالرأي والفيصلي لأنها تعبيرات الهوية. يعني وجدت تعبيرات الهوية في النادي الفيصلي، في جريدة الرأي، وجدت في المؤسسة العسكرية. هذه كانت وهذا مساري بالحياة، 26 سنة من حياتي وأنا أكتب عن هذا الثالوث، الجيش والعشائر. ويعني الله وهبني أن أكون كاتب مهم ورئيسي في الرأي، وأن أكون عضو مهم في الفيصلي. الفيصلي كان صاهرا، جمح حلم الشباب، حقق الشغف. حين عجزت الدولة عن جمع أحلام الشباب، الفيصلي كان يجمع من كل محافظات المملكة ويحقق الانتصار ويبرز الهوية كهوية منتصرة، مبدعة في الرياضة، مبدعة في الحشد، ومبدعة في الولاء والانتماء. انت عمرك شفت علم غير العلم الأردن ارتفع من جمهور الفيصلي؟ وهذا نادي موحد، ضم تحت مظلة الهوية الوطنية الأردنية كل الأطياف، لم يفرق ولم يقسم. لذلك التعاطي مع الفيصلي بهذه اللغة، بلغة البيروقراط والموظف، هذا تسخيف لوجداننا. أنا لا أقبل هذا المنطق. قصة الفيصلي هي قصة معبر عن الهوية، هذا اللي بدنا نعرفه في البداية. فبالتالي التعاطي مع أزمة النادي، لأنه أنا جرحت في مسألة الرأي، هذا الرأي هي اللي تشكل وجداني فيها، وعبرت عن حبي لهذا البلد والولاء وكتبت فيها أجمل ما كتب في الجيش. لذلك أنا أشعر أن وجداني حقيقة انكسر لما اهتزت الرأي ولما وصل الفيصلي لهذا الضعف. لذلك على المؤسسة الرسمية أن تعي جيدا خطورة مع من تتعامل وكيف تتعامل. يعني وجدان الأردنيين لا يقابل في إطار موظف رسمي يطرق من الدرجة الرابعة أو الخامسة، يطرق بنود ويجادلنا في بنود. هذا تاريخ عمره 89 سنة، وبالتالي الدولة يجب أن تكون مؤتمنة عليه. وهذه رسالة لجماهير الفيصلي، إحنا لما طلعنا مش القصة مباراة وكرة قدم، نحن يجمعنا الشغف ويجمعنا الانتصار وتجمعنا مؤسسة ولاء ومؤسسة وطنية وانتماء. فلذلك يجب تصحيح مسارها، ولا نقبل من الفيصلي إلا أن يكون في قمة هذه المعاني وهذه المسميات. مش طلعتنا كرة القدم خسارة مباراة أو كسب مباراة، لكن أن تتعامل الدولة في خطابها والخير بوجوهكم وإحنا مجموعة ورح ننظر بالقوانين، لا مو هيك الفيصلي، ما بطلع لحد يذكره. أحلامنا لا تسكر.